ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تجربه شعري كانت من التجارب المهمه جدا في حياتي. خدت كلام كتير قوي حلو عنها وخدت انتقادات كتيره جدا، واللي متابعني من زمان قوي عارف ان انا كان شعري كبير جدا اوفر يعني، بس انا كان حاببني اللوك ده وكان حاببني الستايل ده. هقول لكم النهارده تجربه شعري. لو انت في بالك ان انت عايز تحلق او في مخك ان انت عايز تعمل حلقه جديده هينفعك جدا الفيديو ده. يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفت، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويلا ندخل في موضوع الفيديو على طول. دخله كده محفوظه ما بتتقالش غير مره واحده يا باشا. الشعر من الحاجات المهمه جدا اللي بتبان الانسان اللي قدامك ده نضيف ولا مش نضيف. ممكن لوك مثلا شعر معين يبقى لايق جدا عليك ومنورك كده وحلو جدا الستايل ده عليك، وفي لوك تاني تلاقيه طفيق خالص كده ووشك مش باين ومفيش ملامح لوشك وشكلك اصلا وحش. حتى لو لبست لبس حلو واهتميت مثلا بالحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده عن النظافه الشخصيه والكلام والطريقه والكلام ده، هتلاقي الفيديوهات هنا او هنا مش عارف او مش فاكر، فانت دور انت بقى. فالشعر من الحاجات المهمه جدا. اللي كان متابعني من زمان قوي كان عارف ان انا كنت مربي شعري جامد قوي كده، وفي ناس كتير قوي كانت بتقول لي حلو قوي اللوك ده وستايل كده جنوني كده وشاب كده روش والكلام ده، وفي ناس تانية بتقول لي لا ده احنا في مجتمع شرقي وما ينفعش انت بتعمله ومخالف للدين ومخالف للمش عارف ايه والكلام ده. بس انا كنت سايبه وكنت عادي يعني، الانتقادات دي كلها ما كانش ليها اي لازمه بالنسبه لي. جيت مره واحده كده حسيت ان انا عايز اغير، بقالي كتير قوي بشعري ده وكنت مهتم بيه جدا، بقى حمام كريم وكنت بعمل بيه اللي انا بص بظبطه جدا يا معلم. فساعتها ما لقيتش احسن ولا انسب من الابلكيشن ده عشان اشوف فيه لوكات كتيره قوي كده للشعر والحلقات والكلام ده. رحت داخل وقعدت ادور كتير جدا واعمل سيف لحاجات عجباني جدا، وبعد كده رحت للحلاق قلت له انا عايز اعمل زي دي، وعمل اللي انتم شايفينها دي دلوقتي. والناس كتيره جدا 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 عجبها اللوك ده وعجبها اللوك اللي انا جايبه اللي انا حلقت بقى وجبت شعري على جنب والكلام ده. والناس كتيره جدا بتقول لي وشك كده نور ووشك كده بقى بان اكتر من الشعر الكبير ده. انا جاي ما باخدش وراء الناس يعني، بس انا شايف نفسي في اللوك ده، شايف نفسي باللوك ده لايق عليا، ولوك الشعر برده كبير برده كان لايق عليا، بس اللوك ده ايه منورني كده. الابلكيشن الاستخدام بتاعه سهل جدا 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 زي ما انتم هتشوفوا كده هنا. انت بتدخل بس ابلكيشن بتسجل الدخول بتاعك اذا كان على الفيس او الجيميل او اللي انت عايزه، بتدخل تدور على اللي انت عايزه، اذا كان مثلا لوكات شعر، اذا كان ستايلات لبس، اذا كان اي حاجه بتدور عليها، بيت بقى ستايلات بيت ديكورات، كل حاجه انت عايزها بتلاقيها جوه. تكتب مثلا ستايلات شعر 2019، استايلات شعر مثلا رجالي، اي حاجه تفضل تدور، واللي بيعجبك بتعمل له سيف. بعد ما بتعمل له سيف بيبقى عندك كذا حاجه كده كتير قوي انت عامل لها سيف، بتشوف بقى ايه اللي هيليق على نفسك، ايه اللي هيليق على شكلك، ايه اللي هيليق على ستايلك، طريقتك، الكلام ده اللي هتحس مثلا لا انا عايز اعمل كده. وحتى لو عملت ده ولقيته وحش عليك عادي، الحياه تجربه، بتفضل تعمل حاجات كتيره، بتفضل تعمل مثلا لوكات كل شهر كده لحد ما تلاقي نفسك ان انت لوك كده انا عايز اللوك ده واللوك ده لايق عليا جدا. فعادي جدا انك مثلا لو عملت لوك ما عجبكش تزعل بقى والكلام ده وشكلي يبقى وحش، لا عادي، انت كده كده اصلا المفروض طبيعي انك كل شهر تروح للحلاق تعمل اللوك اللي انت عايزه او تحلق الحلاقه الطبيعيه بتاعتك انت. فانت المفروض بتجرب مع الحلاق بتاعك، بتروح مثلا توري له صوره تقول انا عايز اعمل زي دي، فبيعملها لك، والله حلوه خلاص طب انا هكمل عليها، وحشه خلاص الشهر الجاي نجرب واحده ثانيه، لحد ما تلاقي واحده كده لايقه عليك بالظبط. الشعر اصلا ولوك الشعر ومظهرك بالشعر مهم جدا. انت اصلا لو لابس لبس من ماركات عاليه جدا وبرفيوم غالي جدا وشكلك حلو وكل حاجه، بس شعرك مش مهتم بيه او شعرك عامل لوك غريب او لوك مش مناسب ليك، كل ده بيبوظ. حتى دايما انا بقول الشعر ده هي الكريزايه كده، الكريزايه اللي بتبقى على التورته في الاخر. انت لبست لبس حلو وحطيت برفيوم حلو وظبطت نفسك وجسمك زي كده ما اتكلمنا كده في الفيديوهات اللي فاتت على العنايه الشخصيه والحاجات دي كلها، ورحت مظبط شعرك تديك لوك كده اللي انت بتبقى فارق عن الناس كلها. انت كده مهتم بكل حاجه في جسمك، مهتم حتى بشعرك بشكلك بكل حاجه. ممكن يكون فيديو صغير شويه بس انا حاسس ان الفيديو ده هيهتم بيه ناس كتيره جدا ومهم جدا، عشان الناس كلها اصلا بتغفل عن موضوع الشعر ده، او اللي هو يا عم عادي اي لوك وخلاص. فالابلكيشن ده حلو جدا، ادخل اتفرج كده عليه، ولو عجبك لوكات كتيره كده ادخل قول لي برده، او يمكن برده تعجبني وانا مثلا ما خدتش بالي منها فاعملها برده. و يعتبر بس كده، وان شاء الله في فيديوهات جامده جدا جايه، وانا اسف طبعا على الانقطاع اللي انا انقطعته الكتير ده. وبعدين من امتى اصلا بقول ان انا هكمل وما بكملش يعني، فاللي هو عادي انتوا متعودين مني على كده. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.